نتحدث عن سوق أشباه الموصلات. ينضم إلينا من عمان سيركر تشوبريان، محلل أول أسواق مالية عالمية في مجموعة إكويتي. مرحبا بك سيد سيركرز. هل منتجات الاتحاد الأوروبي إذا تمت طبعا الموافقة على هذا الإقرار من الرقائق نتحدث سيكون لها ميزة تنافسية مقارنة بالرقائق الآسيوية وخصوصا الصينية؟ بالفعل سيكون هنالك ميزة تنافسية، لكن المشكلة الأساسية التي تكون في الإنتاج خارج الدول الآسيوية هي تكاليف الإنتاج، مما قد يعزز من أن تكون الأسعار للأشباه الموصلات التي يتم إنتاجها أوروبيا ذات أسعار أعلى من مثيلتها في آسيا. لكن في الحقيقة أرى بأن الميزة ستكون موجودة فعليا في عصر بدأنا نشهد فيه حاليا نقص شديد في الرقائق الإلكترونية، وذلك لأسباب عديدة منذ انتهاء أو خلال جائحة كورونا، مما قد يبقي على الطلب عندما يبدأ الإنتاج، مما يترك المستهلكين أكثر تقبلا لبعض الارتفاع بالأسعار. والعديد من الدول والعديد من المستهلكين يفضلون في الجودة بعض الدول الأوروبية، وإذا أخذنا أيضا التوجهات الأمريكية على الآسيوية، لكن هنا سنكون أمام معضلة التكلفة التي قد تكون في آسيا أقل منها بالاتحاد الأوروبي، ومنها تكاليف التشغيل، تكاليف التوظيف، هذا كله يلعب دور كبير في الأسعار النهائية لهذه المنتجات. ماذا عن القانون التجاري الأوروبي؟ هناك معارضون من قبل الاتحاد الأوروبي، والمسألة هنا على حرية السوق. ما هي عواقب وإيجابيات هذا القرار الأوروبي؟ هل والذي يدعم طبعا علنا في هذه الصناعة الاستراتيجية؟ نتحدث هنا عن الانعكاسات القانونية التجارية داخل الاتحاد الأوروبي. الآن كانعكاسات تجارية قانونية، المنافسة هي لها الأولوية القصوى في دول الاتحاد الأوروبي بحسب القوانين التي اعتدنا عليها في الاتحاد الأوروبي، والآن تتوجه التشريعات أن تدعم الحكومة هذه الإنتاجية، مما قد يقلل التنافسية ويتركها خارج ولو بقليل من قوانين الاتحاد الأوروبي. لكن في نهاية الأمر الآن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن الأزمة التي حصلت من نقص الرقائق الإلكترونية ربما تكون سبب في تخفيف بعض هذه الاعتراضات في المستقبل لإتمام مثل هذه الصفقات لزيادة الإنتاج وتجنب حصول مشاكل مستقبلية التي نشهدها حاليا في أسواق الرقائق. نعم، دعنا نتحدث عن الاستثمارات الضخمة في الاتحاد الأوروبي وأيضا الاستثمارات الضخمة في الولايات المتحدة التي ربما تتجه إلى إنشاء مصانع متكاملة لأشباه الموصلات. هل برأيك ستخفف من أزمة المعروض ومتى؟ الآن بالنسبة للولايات المتحدة يبدو بأنها متأخرة عن نقاشات مثل ما هو في منطقة في الاتحاد الأوروبي، وحتى الاتحاد الأوروبي أراه حاليا متأخر على الأزمة. نحن حاليا في أزمة الرقائق، وربما بحسب الخبراء الذين يتابعون هذه الأسواق يرون بأن هنالك احتمالية لأن تنخفض تأثيرات هذه الأزمة، لكن باعتقادي الشخصي بأن هذه الأزمة حتى لو انخفضت فسوف تبقى مستمرة. وحتى في الاتحاد الأوروبي نحن لا نتوقع أن نشهد زيادة في الانتاجية حتى طوال عام 2022، فالقانون قد يتم بلورته وإنتاجه خلال النصف الأول إذا تمت بلورته بالفعل، والإنتاجية ستبدأ بالارتفاع بعد ذلك، فنحتاج إلى سنوات، والهدف هو عام 2030، بينما نحن الآن في أمس الحاجة للإسراع في رفع الإنتاجية. أما بالنسبة للولايات المتحدة التي وضعت حوالي 190 مليار للتطوير التكنولوجي، أكثر من 50 مليار من أجل دعم الصناعات والصناعة المرتبطة في الرقائق الإلكترونية، الآن حاليا خرج هذا مشروع القانون من مجلس الشيوخ وتوجه إلى مجلس النواب، والآن في الولايات المتحدة العديد من الأمور التي قد تؤخر البحث وإقرار وتنفيذ هذا المشروع، مما قد يتركنا أمام عدة أشهر قبل بدء التنفيذ لهذه القرارات. بالفعل هذه القرارات سيكون لها دور كبير في تخفيف الأزمات المستقبلية، لكن الأزمة الحالية اللي يتم حلها بشكل كامل يجب علينا أن نأخذ بالأسباب، فالأسباب متعددة، منها ما هو ناتج عن جائحة كورونا، الحرائق في مصانع اليابان، وأيضا عندنا أيضا الجفاف في تايوان، كلها أسباب اجتمعت مع تعثر سلاسل الإمدادات لتزيد من قسوة هذه الأزمة. فنحن حاليا في أزمة فعلية ربما ستنخفض كما أشرنا، لكن في المستقبل سنحتاج إلى سرعة في الإنتاجية، سرعة في إيجاد العرض لأشباه الموصلات، لأننا نلاحظ العديد من الشركات، شركات سيارات، شركات حاسوب وغيرها أيضا من الشركات تتأثر حاليا في هذه الأزمة.
فالحلول هي مستقبلية. فيبدو أن العالم حاليا يتوجه للابتعاد حتى ولو بشكل تدريجي عن الاعتمادية عن دول آسيوية، أتكلم مثل الصين مثل تايوان. فهذا ما قد نحتاجه حاليا، حلول حالية، لكن هذه الحلول قد تكون على المدى الأبعد. دعنا نركز على الاتحاد الأوروبي، هل عودة الحمائية ولو بصورة مختلفة عن السابق أصبحت واقعا بما يتعلق بقطاعات استراتيجية تتعلق بصناعات حساسة، أم فقط لتشجيع مثل هذه الصناعات؟ وباختصار لو سمحت. فعليا أي حمائية موجودة في الاتحاد الأوروبي قد يكون هدفها حاليا هو الضغط أكثر فأكثر لإيجاد حلول وزيادة الإنتاجية الداخلية. فباعتقادي بالفعل إن وجدت أو إن وضعت أي حمائية من هذه الأمور فقد تكون هدفها الزيادة في تسريع الإنتاجية ورفع المعروض في الأسواق. سيركيس شوبريان، محلل أول أسواق مالية عالمية في مجموعة إيكويتي، شكرا جزيلا لك.